الأخبار وأطلعني عن آخر المستجدات لديك. أولا مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الحدث. أهلا بك. بداية في الأحوال في مدينة سرهونة، مدينة سرهونة تعاني كثيرا حقيقة في هذه الأيام، انقطاع الكهرباء متواصل لمدة 3 أيام، ساعة واحدة فقط هو الزمن الذي تتواجد فيه الكهرباء لمدة 3 أيام. إلى هذه اللحظة لم يصل منذ الساعة 9 صباحا. أيضا أوضاع مأساوية في ارتفاع سعر رغيف الخبز نتيجة لانقطاع الكهرباء وغياب الوقود الذي تشتغل به هذه المخابز. أيضا غياب السيولة أثر في تكدس الأضاحي والمواشي نظرا لعدم إمكانية المواطن لشراء هذه الأضاحي، وهذا ما تعنيه جل المناطق الغربية وخصوصا التي سيطر عليها الجيش أو مؤيد للجيش من حصار للميليشيات على هذه المناطق. ما يخص المحاور القتال أو تقدمات الجيش الليبي في هذه الأيام، يعني هناك اشتباكات خفيفة، ولكن هم بانتظار إعلان التقدم أو إعلان ساعة الصفر للاقتحام. أيضا اليوم تم تخريج دفعة جديدة من مركز تدريب سرهونة، تقريبا العدد 380 جندي وضابط صف، وأيضا تم تدريبهم على كافة أنواع الأسلحة، وهم أيام قليلة وهم بالسداد للانضمام للمحاور الأمامية في عمليات طوفان الكرم. نعم، أشكرك محمد صادق مراسلنا في مدينة ترهونة.